لم يستقر ولم ينخفض ولم يتأثر بالقرارات الحكومية، ولا زال الدولار يشكل أزمة في الشارع. لا بيع ولا شراء داخل الصيرفات، وإذا توفر فبسعر صرف 153 لكل دولار بعيدا عن إجراءات الحكومة، ليبقى الغلاء سائدا في الأسواق. الإجراء الرسمي للحكومة العراقية بأن الحكومة العراقية محكومة ضمن شروط البنك الفيدرالي الأمريكي اللي موجود، وعدم التناسق بها بالواقع العراقي بالأسواق العراقية. المفروض من الحكومة العراقية في حالة إصدار هذه القرارات بأنه تعطي مجال أكثر من شهرين إلى 3 أشهر، بأنه ممكن تجار العراقيين يطلعون حاوياتهم ويكون عندهم التزام خارجي بالمواقيت الحكومة اللي تحددها. حلول يجب اتخاذها للسيطرة على الدولار وانخفاضه بالشارع، منها عدم التعامل بالمنصة لفترة محدودة، إضافة إلى الاتفاق مع التجار لتسهيل عملية الاستيراد وتحويل الأموال ومنع تهريب العملة. اليوم المواطن البسيط حصل عليه يشتري بطل زيت وكيلو تمن، الحركة الاقتصادية واقفة، التجارية واقفة، مصانع متعطلة. اليوم المواطن العراقي ما يقدر يطلع له 5000 دينار من وراء الدولار. إجراءات الحكومة ماكو أي إجراءات على أرض الواقع من الحكومة. الأسعار مع القلار، كل المواد الغذائية صاعدة، في تصاعد مستمر. مواطن صعب العيشة، صعبة اليوم. ماكو أي التزام من الشارع العراقي بقرار رئيس الوزراء بسعر صرف الدولار 130. الموضوع انه يبيع للصيرفات والصيرفات تبيعه بسعر ثاني، هذا ادى الى يعني خلينا نقول ثقل على المواطن وارتفاع الاسعار بالتالي وعدم انخفاضها. المفروض اكو لجنه، او هي موجوده لجنه المراقبه او لجنه الاقتصاديه اللي تتابع ارتفاع الاسعار او المواد الغذائيه. عوف انت هسه الدولار، انت تابع للمواد الغذائيه واشتغل على اساس ما مطروح عندك بالعمله العراقيه او ما مطروح بالدولار ما يعادل 130. ما معناه الدينار هو الاقوى. تتكرر التصريحات الحكوميه بان الايام القادمه سينخفض الدولار، لكن الواقع لا يشي بذلك. غلاء مستمر وصعوبه في اقتناء الدولار، وصيرفات تتعامل بمزاجها لا بقرارات الحكومه. عمار غسان، قناه الرشيد.